في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتأمين المواطنين وحماية ممتلكاتهم عبر اختصاص إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتكسانة من توقيف 8 أشخاص. تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها الضحية مفادها سرقة رؤوس أبقار. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وبعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة واستغلالا لعنصر الاستعلام، تمكن أفراد الفرقة من توقيف 8 أشخاص واسترجاع رؤوس الأبقار المسروقة. سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من مجريات التحقيق.